يعج العراق المبدعين في مختلف المجالات لا سيما الثقافية. أحد المواهب التشكيلية هو الفنان وسام الفراتي الذي استطاع أن يبتكر بفكره النير الرسم بطريقة مختلفة عن أقرانه من الفنانين لتبدع أنامله في ترجمة ما يدور في ذهنه. طبعا هو هذا الشغل اللي أشتغله يعني منفرد، أسلاك نحاس ومأجون وألوان طبيعية يعني أصلحها من الطبيعة. بصراحة هذا العمل المعرض اللي اليوم سويته صدى فوتوغرافي، هذا خاص للمصورين الفوتوغراف، لأن المصور الفوتوغراف اللي نقل صورة العراق الحقيقية داخل وخارج العراق، واللي نقل صورة المتنبي يعني خاصة، وبصراحة يعني ما أعرف شلون أشكرهم. فسويت هذا المعرض خاص بهم، حركات المصورين السلوت، طبعا العمل السلوت اللي شغلته يستحقون، لأن المصور الفوتوغرافي عندنا يعني بالعراق مع الأسف مغبون. فسويت لهم هذا المعرض على حساب الشخص، يعني على حساب الخاص، إهداء لكل مصور لوح، وصراحة قليل بحقهم لأن هم يستحقون أكثر. حقيقة مبادرة رائعة وكبيرة من الزميل وسام الفراتي على هذا المعرض التشكيلي والذي تحدث فيه عن أوضاع المصور الفوتوغرافي، كيف يلتقط اللقطة والزوايا والاختيارات والأوضاع التي بإمكان المصور أن ينقل بها الحدث واختيار الزاوية. البيت الثقافي البغدادي احتضن معرضا ضم 23 لوحة للفراتي استعرض خلالها أبرز لقطات المصور الفوتوغرافي، في حين عبر المصورون عن شكرهم له لتسليطه الضوء على فن أصبح يهمشه الآخرون. أقام هذا المعرض الفنان وسام الفراتي، هو خاص للمصور الفوتوغرافي فقط وحركات المصور، واختص بموضوع السلوت، وكان هو هدفه أنه هو إيصال رسالة للمصورين الفوتوغرافيين أنه أكو اهتمام من قبل الفنانين التشكيليين وأكو تنسيق بيناتهم. يعني تعرف أنت حضرتك أن المصور العراقي مهمش من جميع الجهات، من القوات الأمنية، من كل الأطراف. أما هاي أول يعني أول شيء يسويه هو فنان تشكيلي أول من نوعه، أنه وسام الفراتي أقام هذا المعرض وخص بالمصور الفوتوغرافي. طبعا فكرة المعرض كانت جدا جميلة من الأخ وسام الفراتي، التفاته للشباب المصورين الهواة، أنه التفات دائما المصور احنا نشوفه مظلوم ياخذ صور بس قليل اللي يطلع له صوره، وهي تشجيع حقيقة. فكرة يعني جدا عبارة عن حلوة، تشجيع للمصور الاستمرار بإبداعه. وتثمينا لإبداع الفراتي ودوره المتواصل في نشر ثقافة المحبة والتسامح من خلال لوحاته، كرمته قناة العهد الفضائية بدرع الإبداع. أحمد محسن لبرنامج صباح العهد.